يعني بدايتك كانت في الحمام بقى والقرف ده بالظبط كده ويا ترى مين دخل عليك الحمام واكتشف الموهبة العبقرية الفذة دي؟ يا جماعة حد يشيل البت دي من قدامها. يعني أنا كمان لما كنت بتفرج عليكي في الكليبات كان نفسي قوي أبلغ عنك بوليس الأداب. صدقي أنت ست معقدة وحقودة. في كده قوش إيه العسل ده؟ نبي أنت مش هترتاحي لما ترفدني. ماذا؟ أنا لازم نحط النقط على الحروف. أنا مش عارف أعيش من غيرك. أنا بحبك بحبك بحبك. أولا قلت لك 100 مرة إحنا أصحاب وزمايل وبس، وبعدين يا ابني قول كلام قد سنك، وبعدين قوم قوم روح شوف البازار بتاعك. أنت هتفضل طول النهار قاعد لي هنا عامل لي فيها جست؟ يلا. الأسد برج الأسد، الحب سوف يأتيك من الماء فحافظ عليه من الضياع. بقولك ايه طيب؟ طب واحد برتقان طيب؟ واحد برتقان؟ اي مالك يا في ايه؟ انا برضو اللي مالي. انت مالك بيها؟ هي مين دي اللي مالي بيها؟ اللي انت بعت لك جيب لك واحد برتقان يا خفيه. طب وايه يعني اجيب لي واحد برتقان؟ معادي يعني ايه المشكله يعني؟ المزه دي تخصني وامرها يهمني ومالكش دعوه بيها. شاطر تاني وشوف انت رايح فين. يا عم شاطر يا عم اتكل على يا عم بس وعدك دي بس اوعى بس اوعى بس. يلا ياض زهقت من قله المنافسه، مش لاقيه اعلاميه تنافسني، ولا انت ايه رايك؟ طبعا طبعا يا نجمه. وهو انت في منك اتنين؟ نيفر. عشان كده ربنا رحيم بينا. بتقولي ايه؟ بقول لك عشان كده هلا سرحان لغت البرنامج بتاعها. طبعا لازم تلغيه، كفايه علينا بلوه واحده. بتبرطمي؟ بتقولي ايه كل شويه؟ بقول لك كفايه علينا مذيعه واحده زي القمر اللي هي انت. مدام ايقاع، مدام ايقاع، مدام ايقاع، انا مش مصدقه نفسي. مطر في عز الصيف غرقتيني رشاش. انا اسفه، اصل انا ما بحب حد بيحصل لي كده. انا من اسد المعجبين بحضيتك. ممكن ناخد شوله؟ اوكي وايبس وبرنو. امسكي 1 2 3. نهار اسود ومنيل اسفه. دي كمان السد وانت اكتمي 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 يا حقيقيه اهي. هاتي امسكي بسرعة يا أحمد. حاضر حاضر 1 2 3.
اعرفك بنفسي، انا عمرو الكيلاني. وانت بقى مين؟ ايه الدوشه دي؟ ايه في ايه؟ لا اوشا اوشا. الله يخرب بيتك يا ابني بالراحه يا ابني، الله يخرب بيتك بالراحه توقعني يا ابني، انت مجنون يا ابني تهبل. مرة تستقبلوني على إني خالتكم، مش تمرمطوني المرمطة دي، أنا مش من الأعداء أنا. إيه اللي أخرك كده يا ندى؟ يا دوبك عقبال ما خلصت. بقول لكم إيه يا ولاد؟ عايزاكم تخشوا تذاكروا شوية، ولو قعدتوا هادين هجيب لكم معايا بالليل فيلم الكاراتيه اللي كان نفسكم فيه، ماشي؟ عشان عايزة ماما في موضوع كده، يلا. شيشة! شيشة! غريبة، بقالنا مدة يعني من ساعة ما كنا في الإعدادية، ما شفتكيش معجبة بحد بالشكل ده. خلاص يا ستي، اول ما استلم الشيفت بتاعي هقلب لك الدنيا عليه. مش انت قلتي ان شفتيه على البيتش وان هو جست عندنا؟ خلاص يا قمر. يا سلام، احنا الاوتيل بتاعنا فيه فوق ال 2000 اوضه، هتلاقيه بقى فين ان شاء الله. بعدين انت عارفه اني ما كنتش بعمل كده غلاسه وخلاص، انا كانت كل مشكلتي اني بدور على واحد في حاجه مختلفه، وطبعا لازم يبقى له كيان في شغله زي ما انا كده هيبقى ليا كيان في شغلي لما افتح المطعم الايطالي اللي نفسي فيه. عبالي ان شاء الله ما تلمي تكاليف المطعم بتاعك ده اكون موت انا على ايديك. طيب اتفضلي خلصي عشان نلحق الشفت بتاعنا بدل ما يطردونا. لا يطردونا لا، انا بكرامتي استقيل. استقيل؟ انتوا نسيتوا اخر 10 سنين جبت لكم اعلى نسبه مشاهده؟ شوفي يا لقاء، انا اكتر واحد عارف تاريخك وعارف افضالك على القناه، بس مجلس الاداره ليه راي تاني ومصر على التغيير. تقوموا تغيروني انا؟ أنا اللي شايلة لكم القناة؟ أنا؟ ما احنا عشان كده قلنا كفاية عليك شيل، وأني الأوان نشيلك احنا، قصدي نريحك ونشيل عنك المسؤولية. مجرد ألم غبية من مجلس الإدارة. تمحوا تاريخي؟ تسرقوا من عمري 20 سنة؟ أنا؟ لهم حاجة يا مرتضى؟ ايه يا فاء، طمنيني ازيها، عامله ايه دلوقتي؟ ليه بقى؟ ايه ده، انتوا اتجننتوا؟ انتوا ما اديتوهاش الدواء من ساعه ما كنت عندكم لغايه دلوقتي؟ يا عالم حرام عليكم، قلت لكم نص معلقه بعد الاكل 3 مرات في اليوم، واوعي تزودي عن نص معلقه، انت فاهمه؟ يلا دلوقتي على طول. عامله ايه يا لولو؟ شفتي اللي جرالي؟ معلش حبيبتي. ايه ده؟ دكتور خالد قال تاخدي نص معلقه كل ما تحسي انك هتتعصبي. افتح بقه افتح بقه. هو فين؟ طلبوه في المستشفى، عايزينه ضروري. انا لقاء هانم يحصل فيا كده؟ احسن مذيعه في مصر؟ معلش بقى، مش قلنا ما تزعليش نفسك؟ طب اديني نص معلقه. لا دكتور خالد قال نص معلقه بس، كتره غلط. يلا نامي كده عشان تصبحي حلوه ومزاجك حلو. بني وي بانوي بانوي. ما يجراش، انا استحملك. الف سلامه عليك. Housekeeping. Housekeeping.
عشان حضرتك موجود. طب استني ثانيه واحده بس اقول لك حاجه. طب استني بس هلبس هدومي بس ثانيه واحده. تسفيكيه انت يا بنتي بتاعت الاورنج بتاعت البرتقال. طب تليفوني طيب اي حاجه. يخرب بيت جمالك، ايه الحلاوه دي؟ قمر حبيب قلبي ربنا ما يحرمني منك. يا نهار اسود قولي يا شيخه ينعلقوا شكلك. بقول لك ايه بقى؟ وانا مش عارف اتكلم معاكي كلمتين على بعض، ما تستني ثانيه واحده. هقول لك حاجه مثلا. تبص اقول لك حاجه، لو الناس دي مضايقينك او كده ممكن اخد تليفونك او البي بي ام بتاعك واكلمك بالليل. انا ورايا شيفت هاوس كيبنج لازم اروح اغير هدومي، ما ينفعش. روم سيرفيس ايه؟ هو انت شغاله هنا في المطعم ولا في روم سيرفيس؟ ولا في الهاوس كيبنج؟ ولا فين بالظبط؟ صباح الخير يا وشا. وشا صباح الخير. روح يا ابني العب بعيد عن رش ميه. ايه يا ابني السفاله وقله الادب اللي انت فيها دي؟ ما تحترم نفسك شويه. انت ايه يا ابني كانوا بيردعوك ايه؟ زباله؟ زباله؟ اه زباله. ومن نفس السفاله اللي كانوا بيردعوك منها. لخص بقى كده وقول لي عايزه منها ده. استغفر الله العظيم يا رب من كل ذنب عظيم. ايه يا عم انت جاي تتوب هنا؟ ما قلنا لخص. ما بنقولش الكلمة مرتين، عايز من ندى. يا ابني بقول لك أنا بحب ندى، ما تفهم بقى. ها أوت، قديمة دي، طب ما أنا كمان بحبها. طب والعمل؟ بص أنا أقول لك، أنا أهو وأنت أهو، كلمها وسيبها هي تختار، وهنشوف هتختار مين فينا. يا ابني ما أنا المشكلة إن أنا أصلاً مش عارف أكلمها. بسيطة دي يا عم، أنا هخليك تكلمها. مرضي يابا؟ تمام. قشطة يا معلم؟ قشطة. كفك بقى. خد لك شوية ملح. يا ترى انت عايز ايه يا استاذ عمر؟ ولا حكايتك ايه؟ ولا حكايه ولا حاجه، انا بس حسيت بحاجه غريبه قوي من ساعه لما شفتك. عارفه لما تحس ان انت بتحب حد من قبل ما تشوفيه؟ وانا حسيت بكده معاكي، وحاسس ان معجب بيكي قوي يا ندى. معجب؟ ليه ما شفتش بنات حلوه قبل كده ولا ايه؟ يوه كتير. بس انا نفسي اسالك سؤال، هو انت فيكي ايه زياده عن اي واحده انا عرفتها؟ ولا اي حاجه، انا بس حسيت ان انت دخلتي قلبي من اول ما شفتك. شكلك كده بتاع بنات وعايز تضيع وقت في اجازتك وخلاص، وانا غلبانه مش حمل اذيه. والنبي بلاش تجرحني. ليه بتقولي كده يا بنت؟ انا حاسس ان اعرفك من 10 سنين. انا شكلي احبك كده يا بنت المجنونه. لا بقول لك ايه، احترم نفسك. هو انت عشان امور وحلوه يعني هسكت لك؟ وبعدين يلا روح نام بقى، انا عندي شغل الصبح. حاضر. بس والنبي كمل جنانك وخليني اشوفك بكره. ندى انا شايفه يا حبيبتي ان انت مش عايزه تنزلي الويك اند ده، خلاص خليكي انت براحتك وانا هنزل اطل على الشقه وادي الولد التمرين وارجع لك على طول. ندى ندى ندى. نادى في حد ساب لك الزفه ده في الريسبشن؟ لي انا؟ ايوه. طب شكرا ميرسي. ايه ده؟ ده ووكي توكي. ها ما قلتليش هنتقابل امتى؟ حاول. وانت ما قلتليش انك مش طبيعي، حاول. طبيعي من ساعة ما شفتك، وعلى فكرة أنا أول مرة يحصل لي كده. دي مشكلتك أنت تحلها مع نفسك، حاول. لازم أشوفك حالا، حاول. ما ينفعش ورايا شغل كتير، حاول. 5 دقايق بس أشوفك فيهم؟ وبعد كده أسيبك ترجعي لكل أعمالك اللي في الأوتيل. حاول. قبليه يا فقر وما تضيعيش فرصتك. ندى، بعد كل اللي بيعمله ده ولسه برضه شايفة إنه مش مختلف؟ طب هبلوا منظري ده؟ ده انا شبه العربيه اللي عامله حادثه. يا بنتي مالكيش دعوه، دي شويه خربشه في الصاج. ولا يهمك يا موزه، شويه تظبيطات ورجعك على الزيرو. ماشي اوكي، بس 5 دقايق بس، حاول.
فندم، اديني جيت اهو، عايز ايه بقى؟ بص بقى من غير لف ودوران كده، انا عاوز ارتبط بيكي. كده بالسرعه دي؟ بقول لك انا قلبنا هو اللي هيكسب لو يحصل ايه. بقول لك انا قلبنا هو اللي هيكسب لو يحصل ايه. هاخدك لو تعمل ايه، بيحبك وده مش بايدي. بروحه فيك لو غبت في يومي، يدي الدنيا عشان يلاقيك ويفضل يدور عليك. تخيل بيموت قوي فيك، تخيل مثلا واحد مكاني بيحبك جدا، لازم تسيبه ويتكلم طبعا، يعني هعمل ايه؟ تخيل مثلا اسافر لابني. انا لازم اقوم بدوري كأم، كفايه كده سبته سنين كتير جدا، ما ينفعش. طب اهبطي ووفري على نفسك الشيل والحط، عمرك كلها كام ساعه ويوصل؟ بجد طبعا ما هنتش عليه، ما انا امه برضه، ما هنتش عليه سيبني في الظروف الوحشه دي. بس هو مش جاي لوحده، جايب معاه المزه بتاعته عشان يعرفها عليك. ايه المزه بتاعته؟ انا ابني يحب من غير ما يقولي، من غير ما يستأذني؟ يستأذنك؟ ايه هو ده؟ هو انا بقولك داخل الحمام؟ بقولك الراجل بيحب في ايه لقاء؟ لا يا حبيبتي، ابني لسه صغير قوي على الحب، وازاي يحب من غير ما يستأذني؟ مين ده اللي صغير؟ ابنك راجل بشنبات. حبيب امه رب شنبه. مالك يا لقاء، انت بتقفشي في الكلام ليه كده؟ ده مثل يا حبيبتي مثل. انا عايزاكي دلوقتي تستهدي بالله كده وتهدي علينا وتظبطي نفسك عشان حبيب ماما يجي يلاقي ماما زي القمر يا حبيبي ويترمي في حضنها. أنا فعلاً عمري ما حسيت بإحساس الأم. هو عامل إزاي؟ عامل زي إحساس الزمالك لو خد الدوري. ابقي قابليني خالد، عمري ربى شنبه بجد؟ أيوة، وجايب الموزة بتاعته النهاردة، هشوفها. أيوة ما أنا عارف، ما هو حازم الششتاوي صاحب الأوتيل اللي هي بتشتغل فيه في الهاوس كيبينج قال لي إن عمرو عايز يتجوزها. هاوس كيبينج؟ خدامة؟ بتنظف حمامات واوض نوم؟ المشاير دول ده حتى وصل شعبان عبد الرحيم، دي عامله لقاءات مع اهم ناس في العالم. بس لقاءها معاك انت هيبقى لقاء حصري. فوفا وحشتيني 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 وحشني وحشني. عامل ايه يا عمو؟ عامل ايه؟ عامله ايه؟ عامل ايه؟ ماما عامله ايه يا حبيبتي؟ ماما جميله بس مش مراعيه ظروف حد خالص يا عم. ندى صح؟ بسم الله ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، زي القمر. شفتي؟ عرفت تنقي يا عمور. على فكرة وفاء مديرة أعمال ماما وصاحبتها الأنتيم، وتقريبا كده هي اللي مربياني، يعني أنت تقدري تقولي أمي التانية. يعني ما يغركيش طوله ده، لا ده أنا اللي مربياه، يعني تقدري تعتبريني أم بشرطة. سلام قولا من رب رحيم. ماما وحشتيني وحشتيني يا روح قلبي، وحشتيني يا حبيبتي وحشتيني حبيبتي، وحشتيني وحشتيني. اخبارك ايه يا حبيبتي؟ عامله ايه؟ حبيب ماما وقلب ماما. حبيبتي اخبارك ايه؟ حبيبتي عامله ايه؟ وحشتيني قوي. انا كويسه حبيبي، وانت عامل ايه؟ عامله ايه يا حبيبتي؟ تعالي بقى اعرفك على ندى. ايه ده؟ مال وشك اصفر كده ليه؟ اصفر؟
لا يمكن قلة نوم بس ولا حاجة. تعالي بس تعرفك على ندى. ندى؟ ماما؟ ماما يا ماما. هاي. ما تتصوريش قد ايه انا مبسوطه اني قاعده معاكي دلوقتي. انا من اشد المعجبين بيكي وبتفرج على كل برامجك يا طنط. ما بلاش طنط دي، ما بحبهاش. قولي لي يا لولو. ولو انها صعبه عليا شويه لكن حاضر. يا ايه؟ لولو. برافو يا حبيبتي. اتفضلي. ساكت ليه يا حبيبي؟ بصراحة بقى أنا كنت حاطط إيدي على قلبي وخايف قوي من مقابلتكم مع بعض. خايف ليه يا حبيبي؟ لولو أنتي أحسن أم شفتها في حياتي. وأنتي يا حبيبتي برغم إني معرفكيش غير من مدة صغيرة بس أنتي مش عارفة أنتي عملتي فيا إيه. أنتي غيرتي كل حياتي وبجد أنا مقدرش أستغنى عنك. ندى أنتي أحلى حاجة حصلت لي في حياتي. تتجوزيني يا ندى؟ لا. واضح انك انت فاجئتها، ما تضغطش عليها يعني، اديها فرصه تفكر. لا مش كده، انا مش مصدقه نفسي من الفرحه. بس يعني موافقه؟ اوعي توافقي. طبعا طبعا موافقه. تمام قوي كده، يلا على البركه. جوزي ابني خطفت الرجاله يا انت عند الطرف والولايات، محدش ياخد ابني مني يا كلبه. يا انا هاخدها لك جنازه. الف مبروك يا حبيبتي، الف مبروك. الله يبارك فيك يا لولو. افتكرت مكالمة مهمة جدا لازم اعملها، ثواني. ها اتفضلي. اكيد هتتصل ببوليس النجدة. يا عيني على الموفات والحركات والحاجات الحلوة اللي بتطلع مرة واحدة دي، بتشيكي كده ورايحة على فين؟ ميمي هاتي لي حاجتي من جوه. انت شايفة المهزلة اللي انا فيها؟ ابني انا يتجوز خدامة؟ ابنك مبسوط وبيحبها، وهي الاخرى باين عليها متدهولة وبتحبه. انت عارفة؟ انت مشكلتك انك فاضية. لا لا، انت محتاجة مشروع يشغل وقتك ويرحمنا من شرك. افتحي سايبر. صح؟ ايه؟ هتفتحي سايبر؟ لا. امال بتفكري في ايه؟ بفكر اخلص من البنت دي بس من غير ما اضايق ابني. جرى ايه يا لقاء؟ احنا هنتكلم هنا؟ تعالي نتكلم جوه. يلا. يو ار ويلكم. مستعجل على الجواز. تصدق عندك حق، ازاي انا ما فكرتش في كده؟ ما هي علشان سافله وواطيه وما تربتش، عايزه تاخد ابني كده على الجاهز على طول وتدبسه. قولي لي انت عايزه ايه وانا معاكي. انا من ايدك دي لايدك دي. هي اللي حياة قلبي، عشان كده أنا عازمك على أغلى إزازة روزين شمبانيا، هنقيها لك بنفسي. خدي. Thank you.
اغلى ازازه شامبانيا عشان الكلام الحلو اللي انت قلته. يعني ضد الحريق والزلازل والبراكين كمان. ايه رايك؟ تحفه. ده البيت اللي احنا هنعيش فيه. بتهزر؟ ده يجنن يا عمر. بجد عجبك؟ طبعا عجبني. الحمد لله. بصراحه يا جماعه انا كنت حاطط ايدي على قلبي. الديزاين ده انا عامله بطريقه جامده. انا نفسي مش عارف عملته ازاي. وكفايه بس ان هو عاجب القبطان وعاجب كمان القبطانه. غلط معاها غلط معاها غلط معاها. ايه ده ايه ده ايه؟ قاعده مقلب زباله حطي كيس في بقك. ايه القرف ده؟ يعني ما اسقطش لب يعني ولا ايه بقى؟ ها اكيد غلط معاها. ده انا هخلي ليلتها سودا. ايه يا حبيبه قلبي؟ ايه يا حبيبي؟ اديني نمره ندى من فضلك عشان وحشتني عايزه اكلمها. ندى؟ ندى معايا هي. معايا بنت الكلب معايا. ايوه يا لولو. ايوه ندوشه حبيبتي ازيك؟ وحشتيني قوي. عايزه اشوفك عشان عايزه اقول لك حاجه. عندك حاجه الساعه 3؟ لا ما عنديش حاجه. ما تتاخريش عليا عايزاكي ضروري. حاضر 3 بالظبط هكون عندك. باي باي باي. ندى انا ست عندي خبره في الحياه واقدر استوعب ان ده الشباب. انا متاكده ان انتوا غلطتوا. مش فاهمه حضرتك تقصدي ايه بالظبط. انت حامل في الشهر الكام؟ عياطي 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 يا حبيبتي. الدموع دي بتغسل البني ادمين بتنضفهم. انا عايزاكي تبصي على روحك في المرايه وتشوفي مستواكي، تشوفي انت فين وابني فين. الظرف اللي معاكي ده فيه شيك ب$50,000 عشان تعملي المشروع اللي بتحلمي بيه. اظن كفايه قوي مش كده ولا ايه؟ والله لو حضرتك عندك خبرة في الدنيا قوي كده أكيد كنت هتاخدي بالك إني ماليش في الغلط، وإلا ما كنتش أبقى بشتغل أي شغلانة تيجي في سكتي عشان أصرف على نفسي. ولا ابنك نفسه كان فكر يتجوزني. أما بقى كون إن حضرتك شايفة إني مش قد المقام فدي مشكلة حضرتك مش مشكلتي. بس خسارة، كان نفسي تبقي أم ليا أنا كمان. برافو ندوشه،
انا دلوقتي اطمنت على ابني انه عارف يختار الست اللي تصونه وتصون شرفه وهو غايب. تعالي في حضني، تعالي يا قلبي تعالي. انا كنت بمتحنك يا حبيبتي بس نجحتي بامتياز ومع مرتبه الشرف. الذي نجحت في الامتحان انا تقول عليا زي امها؟ انا بقى ام الجزمه دي. العب. انا ابني خريج اكبر اكاديميه في العالم يتجوز خدامه، ابن لقاء هانم اكبر مذيعه في الشرق الاوسط يتجوز واحده بتغير ملايات وفوت، انا تاخده مني انا؟ يا لقاء لو كل الامهات عملت زيك كده كانت البشريه انقرضت. وبعدين الصراحه بطلي بقى الانانيه اللي انت فيها دي. انا ما عشتش مع ابني، ما عشتش معاه. يا لقاء ابنك بيحبها وهي بتحبه. اخرسي، ابني عنده نزوه وهتخلص. خلاص اعتبريها نزوه، سيبيها بقى تخلص لوحدها. الله، لم الدور كده لحد ابنك ما يسافر ويرجع بالسلامه. وبعدين سيبي ازازه الدواء دي، الدكتور قال معلقه واحده. مالكيش دعوه. اف محدش فاهمني. ربنا ما يكرمناش كده وتدخلي في غيبوبه لحد ما العيال يتجوزوا ويخلفوا لهم عيالين ثلاثه كده وبعدين ابقي فوق. في ايه يا وفاء؟ ماما مالها؟ طمنيني. مفيش، احنا كنا قاعدين حلوين وزي الفل، فجاه وقعت على الارض. انا افتكرتها بتلعب ضغط. يا عيني نزلت ما طلعتش. وهاتي يا دكتور بعدين. منها يا دكتور؟ ما اخبيش عليكم، الحاله حرجه جدا وحالتها النفسيه زي الزفت. حصل لها هايبرتنشن مفاجئ، ارتفاع في ضغط الدم، وده كان ممكن جدا انه يتسبب لها في جلطه او حتى شلل. ده ممكن يكون حصل لها بسبب انها اتطردت من الشغل او انها مقصره في حق عمرو. على العموم هي احسن كتير دلوقتي، لكن انا عايز منكم حاجه مهمه جدا جدا جدا. عايزكم تعاملوها معامله الاطفال وتبعدوا عنها اي زعل. تعاملوها معامله ايه؟ الاطفال. ايوه كده. آه على فكره ممكن تروح معاكم النهارده. ها يلا اتفضل خشوا اشربوا. غيبوبه يا رب. الف سلام عليك يا روح قلبي، ان شاء الله انا وانت. لا سلامتك يا لولو حبيبتي. انا مش هسافر بقى بكره، واخدك نسافر يومين ثلاثه بقى نغير جو كده ونتفسح شويه يا لولو، وادلعك بقى شويه، وبالمره كمان ناخد ندى معانا. لا يا حبيبي سافر انت، شوف شغلك. هبقى كويسه لو ندى جت قعدت معايا، هبقى كويسه قوي. انا بحبها قوي يا عمرو، قوي قوي. قوي 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 قوي. هتوحشني قوي يا حبيبي. وانت يا روحي قوي. وعايزك تكلمني كل يوم. حاضر. مره الصبح ومره بالليل. حاضر. وانت حبيبتي خدي بالك من نفسك وخدوا بالكم من بعض. ها واول ما اوصل اكلمك اطمنكم. ندى ايه يا ماما؟ بالراحه. ايه ده؟ ما تقلقش يا حبيبي، انا مش هسيب لولو دقيقه واحده. ما تقلقيش، هي اللي مش هتعتقك ثانيه واحده. انا عايزك بقى تاخد بالك من نفسك وتتقل هدومك جدا جدا. حاضر. هدقل هدومي. حاضر. حاضر. وتشرب كويس عشان البحر عالي وبرد قوي. هاكل كويس وهشرب كويس وهلبس كويس واخد بالي من نفسي وهلبس فانيلا من تحت عشان خاطر البرد. ايوه. وهشرب لبن نيدو عشان الكساح. عايزه حاجه تاني؟ لا يا حبيبي، بعد الشر عليك من الكساح. بعد الشر يا حبيب قلب امك. خبر كده تنسى تسلم على ندى؟ اه ندى. انا عارفه انك انت مستعجل قوي يا حبيبي. يلا يلا اطلع بسرعه. باي. سلام. باي. سلام. باي باي يا قلبي. باي 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 باي. ندوش يا حبيبتي، حبيبه قلبي. تعالي بقى، انت خلاص دلوقتي بقيتي بتاعتي، بتاعتي لوحدي. طبعا يا لولو، انا بس هستاذنك اروح بسرعه اجيب هدومي واجي على طول. وماله يا حبيبتي؟ بس بليز بليز ما تتأخريش عليا. ربنا يخليكي ليا يا لولو. I'll miss you. I'll miss you too.
اي ميس يو اي ميس يو تو اي ميس فاهمه حاجه خالص. نهار اسود، هي الولايه تعبت ولا ايه؟ يعني على حظي في الكام يوم اللي انا جايبات معاه فيهم لما طلعت طواعها زي ما قال الدكتور. عشان تبخري تولعي في البيت؟ لا بعقل ده برضو. طب افهم. هي اي يا هي يا، قولي ورايا وانت هتبقي جن. 1 2 حفظت. كات كيت كات، لوك نيو لوك، تشات ولاد وبنات، كلام ستات. يا بقى قالوا قالوا مي فيسبوك وناس حلوين. يلا يلا اعلى. بصوا بصوا طفاطيفي طا، يلا للي ويلا للا. وستي وستي حرام خلاص، ده بيرقص وانا شايفاه، انا قلبي كانه باظ، حد يلحقني يا ناس. يا ست مفيش احساس. لسه في من ده كتير. وانت وانت او يا او يا، انا عندي جروب على الفيس، تامر واحمد وعويس، وبرد بنو او ياس او ياس او ياس او ياس او ياس. بس بس سد، انا مش خايفه انا مش خايفه، جير مليه خاتم سوليتير هند وريمو عفاف، شو برادو ايس ولا ابو العلا اسعاف، طير طير جبنا فطير، تيشيرت بادي او شورت، او بير بير زير زير، داك داك دوم، نار نار قطة وفار، w.com انا بسير عمدة غفير، ستوب ستوب سبيلينج ستوب وبس. اديني ماي. معدنية مش حنفية. ممكن اروح انام بقى؟ لا لا بخاف انام لوحدي، لا نامي جنبي من فضلك بليز من فضلك. لا 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 لا
ايه يا ايه 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 المرحوم ميت بقاله كتير ولا مشاوير كتيرة قوي قوي. مين اللي وراه مشاوير؟ أنا وأنت يا روح قلبي، أنا وأنت. أنت عارفة أنا موتي وسمي ست الرحية، أنا ما بطيقهاش عشان كده وفاء بتوترني، ما بتبطلش كلام. بس والنبي بص قدامك، أنا مش ناقصة أعيش معاها. يلا شاهيني بسرعة، ورانا مشاوير كتير. حاضر. إلهي يا رب أشوفك يوم تصحي كده تلاقي رجليك الاتنين شمال. حطي الحاجات دي في الشنطة. حاضر يا لولو. على أبوك جوز اللي عايز يتجوز. جبتي المعطر؟ آه يا لولو. طب ممكن تجيبيهولي؟ معلش يا حبيبتي عشان في ريحة وحشة قوي مش عاجباني. حاضر يا لولو. ميرسي. اللي دخلني في العيلة دي بس رب. فضل. ندى مالك انت تعبانه ولا ايه؟ انت خبطت في ديزل من غير ما تاخدي بالك ولا حاجه؟ اقوى من ديزل. المهم انت خلصت التعديلات ولا لسه؟ اه خلصتها وهجيبها لك حالا دلوقتي، وان شاء الله هنبدا التنفيذ في خلال اسبوعين، بعد اسبوعين وهبعت لك قهوه على طول بسرعه دلوقتي. خليها دوب لو النبي يا سمر عشان صحصح شويه. لا 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 هبعتها لك دوب عشان تصحصحي شويه. وادي القهوة فنجان يا ستي. لولو ايه مالها؟ عايزها شهادة؟ لولو عايزها ايه؟ زيادة؟ لولو ايه في كوباية؟ دي مسحت بيها شوارع مصر يا نوج. ده انا
عارفه اكل ولا عارفه اشرب ولا عارفه انام ولا عارفه ادخل الحمام منها. دي بتنطلي في الحمام يا نوج. معلش معلش يا حبيبتي، استحمليها شويه عشان خاطر عمرو. انا مستحمله عشان خاطر عمرو؟ امال مستحمله عشان خاطر مين يعني؟ تقربت تمشينا على الحيط كمان شويه. اسمعي بقى يا ستي، انا هقول لك على خبر ممكن يهديك شويه. خير قولي. انا جاي اليومين الجايين دول القاهره ان شاء الله. يا سلام، اشمعنى؟ ولادي يا ستي مشتركين في بطوله الجمهوريه للكاراتيه. ربنا معاهم، وحشوني قوي القرود دول. بصيهم لي والنبي يا نور. انا هسيبك بقى دلوقتي عشان الحق انام شويه، هي اصلها اختفت بقى لها نص ساعه. ادعي لي تكون نامت والنبي ولا غلط في ده. يلا تصبحي على خير. معطر، كنت عايزه اعطر لك الاوضه علشان تنامي كده وتحسي انك انت نايمه في الجنه. انا ما بحبش المعطر، انا بكره المعطر، بكره المعطر. موت يا معطر، روح يا معطر. يلا ندوش، يلا تعالي نامي يا حبيبتي. اوعي تزعلي يا روحي. يلا حبيبتي نامي نامي، انا عارفه انك انت تعبانه. يا شيخه ما تقوليش كده، اوعي تكوني تعبانه. لا انا الرد بتاعت الكلام ده. قولي لي بقى ايه الحلال؟ ايه يا اختي الجمال ده والطيبه دي؟ لا اله الا الله، ما ينفعش اللي احنا فيه ده. مش انا يا ست، مش انا. ايه ده، نسيت احكي لك، نسيت احكي لك على اول رحله ليا في امريكا. رحت اعمل ايه؟ رحت اعمل حديث مع بوش، بوش الكبير. قعدهم بقى يطلعوا عينيا بقى بالموافقات ويشوفوا الاسئله والاجوبه. وتشمتي يا حبيبتي؟ لا مش نايم. طب ليكي صحية كده معايا عشان احكي لك، احكي لك تاريخ. يس 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 يس. Yeah.
ميرسي يا حبيبتي. انا عارفاكي ما بتلهطيش في البطيخ كده زي العالم البيئه الا لما تكوني مبسوطه في غايه الانبساط. طب شفتي 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 وهي عامله زي الفحميه المحروقه. تصدقي صعبت عليا قوي. لا بفكر اعمل لها اكله كده اهوت تفتح نفسها. تفتحي نفسها؟ قولي تفتحي دماغها تفتحي كرشها اصدقك. بقول لك ايه شيل البتاع ده من قدامي غوري من وشي. يلا احسن برضك بينها هربت منك. اعملي ايه الولو؟ عملت لك حته اكل هتاكلي صوابعك وراها. احدفي لي ليمونه من اللي عندي. سوري يا حبيبتي جت فيكي. بقالي 15 سنه ما دخلتش المطبخ الا عشان خاطر عيونك. يلا بقى تعالي دوق. يلا بسرعه يلا يا قلبي قبل ما يبرد. تقولي لي رايك بالف هنا وشفا. ها ايه وحش؟ بالعكس ده حلو قوي. ده حتى اكله كله. طب يلا كل كل. مستنيه ايه؟ كولي 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 كولي. يا بنتي مفتريه. كولي. حاضر بسرعه. هخلص المكالمة دي ولاقيكي خلصتي كل الأكل، أوكي؟ بسرعة. انا مش قلت لك 100 مره ما تتصلش بيا خالص؟ افرض الزفته اللي اسمها ندى دي سمعتنا دلوقتي اعمل ايه؟ يو يا خالد ايه شغل العيال ده؟ لا ده انت بقيت قرار قوي. خلاص قابلني بكره في المطعم في بيكارو. اوكي باي باي. اكيد طبعا كانوا بيتكلموا عليكي. مش انت قلتي ان هي ما كانتش عايزاكي تسمعيها؟ ايوه بس ايه هو ده بقى اللي هي مش عايزاني اسمعه؟ دي عايزه سؤال يا اسكى اخواتك. انا قلبي كان حاسس ان الست دي عايزه تطفشك. دي مش حركات واحده تعبانه ابدا. انا برضو شكيت في كده اما سمعتها امبارح. ده لو طلع صح هقط. بس الشك مش كفايه. انا لازم اتاكد. وتتاكدي ازاي بقى ان شاء الله؟ بسم الله ما شاء الله صغرتي 20 سنة والله العظيم. ميرسي يا حبيبتي. يعني كده بقى عندي 5 سنين؟ يا لهوي على الوهم. انت رايحة على فين يا لولو؟ لو عندك اي مشوار اعملهولك خليك انت مرتاحة. لا حبيبتي عندي تشيك اب سنوي. تشيك اب كده؟ اه. طب اجي معاكي عشان ما تبقيش لوحدك. لا النهاردة عايزاكي ترتاحي وتعملي بابل باث وتحطي كريماتك وتبقي زي القمر. ربنا يخليكي ليا يا لولو. ما حرمنيش من عطفك عليا ابدا يا رب. ميرسي باي باي. لولو المسيو المسيو تو لولو. نعم افندم. نعمين بحبك
والله العظيم انك انت راجل لجنة. شرف المهنة واشتركت معاكي في المؤامرة اللي عملتيها على ابنك وخطيبته. قلت له انك عيانة ويمكن تتشلي كمان. بعد الشر عليا ان شاء الله اللي يكرهني يا رب. وبعدين دي مش خطيبة ابني. واطية وخدامة. ايه السفلة الجربوعة الواطية دي اللي تبقى خطيبة ابني؟ خلاص ما تزعليش نفسك. بعدين دي مش واطية وسافلة وبس. لا دي بنت دي جزمة قديمة وابوها كان صرامات. وما كانت بتغسل التواليت في الاوتيلات. استريحتي؟ مش قوي. Oh.
تو تصل 2 ترسو بميناء الجزائر عائدة. يا حتي في صعبة اشرحها لك، لازم تكبري كده شاب. ياب 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 دي ندى بتتصل. عايزة ايه الست زفتة دي؟ اهو ردي عليها وانت تعرف. حبيبتي ازيك؟ اهلا، خير؟ اي خدمه؟ لا انا كنت عايزه ابلغ حضرتك ان ندى تعبت فجاه، واحتمال يعني تقعد عندي كم يوم. سبتي سلامتها الف سلامه. ان شاء الله انا، ان شاء الله كل اللي يكرهها. دي ندى، دي النسمه، النسمه الحلوه اللي انا عايشه عليها. ممكن اسمع صوتها؟ ارجوكي اسمع صوتها. هي خدت دواء البرد ومريحه شويه، يومين ثلاثه كده وهتبقى كويسه ان شاء الله، وهتيجي على طول لحضرتك. يومين ثلاثة؟ لا، ما اقدرش اعيش من غيرها يومين ثلاثة. انا هعرضها على احسن دكاترة في البلد. اديني العنوان بسرعة من فضلك، بسرعة. العنوان 16 شارع سليمان أباظة، الدور الثاني، اول شقة على ايدك اليمين، مصر الجديد. ربي يا ندى يا حبيبتي اطمن عليكي كده اهوت، واطلع كده لقيك ولعه ولعه. عايشين هنا؟ في حد هنا؟ Thank you.
هي ندى موجودة يا أولاد؟ سلامتك يا حبيبتي، مالك؟ اللي عمل فيكي كده يا لولو؟ 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 انا مختلف مع حضرتك، انا شايف ان احنا نبنيها هنا او هنا، يعني احنا اكيد هنلاقي حته هنبنيها فيها، بس ايه الاشكال اللي في بيتي ده؟ ايه اللي بيحصل في فيلتي ده؟ مين الهمك دول؟ لا لا، في ايه هاني؟ ما تسيبينا تشوف شغلنا. مين دي؟ بس بس بس، دي مامت عمرو. عمرو؟ عمرو مين؟ ايه عمرو اللي انا هتجوزه؟ عمرو اللي انا هتجوزه؟ انا اسف هاني، والله ما خدش بالي. اللي ما يعرفك جهلك، او اللي ما جهلك هو. شوف يا فندم، احنا المفروض نبني فيلا صغيره جنب الفيلا الكبيره بتاعت حضرتك، وده حسب اتفاقي مع الاستاذ عمرو ابن حضرتك، علشان يعيش فيها هو والهانم الصغيره. مفيش هوانم هنا غيري، الفيلا دي بتاعتي انا. شيل الزباله بتاعتك واخرج من هنا، غور من قدامي. يلا مع السلامه. زباله؟ اما انت وليا قلت الادب صحيح، احنا زباله. عليها اقترابي الثلاثه، ما انا مطلعها. تعالي طلعيها انت بقى. ايه ايه اللي عملتيه بس ده يا مدام؟ احنا كده هنضطر نجيب زباله. يشيل الزبال، زبال يشيل الزباله. سوري يا لولو، عشان خاطري ما تضايقيش نفسك. انا هطلعها لك، خليكي انت مرتاحه. اوكي، ايوه استريحي يا لولو. هي حتى يلا. حاضر حاضر، اهو بيطلعوها ازاي دي، بس يا ربي ما تخافيش، هطلعها لك حالا. خليكي زي ما انت. جاي تمام؟ يلا جاهية. ومحلل سياسي، يعني هي جت عليا انا؟ والله انت مجنون. دور. انا مسكت الرام. انت كويسه يا لولو يا حبيبتي؟ انت شايفاني يا لولو؟ تشاش تشاش. يلا يلا يا لولو بينا على المستشفى. يلا استني ساعدك. بالراحه. على مهلك يا لولو. خدي نفسك. على مهلك. نفسك على طول. شفيق وزهيق. على طول. شفيق زهيق شفيق. يلا انا ماشي. خلي بالك منها. شغل بس. المقاولة دي هتاخد فيها كام يا ريس؟ 500 جنيه على كل راس. ايه هو ده؟ ده شوية مسلح وهتقشرهم. هما 100 جنيه مفيش غيرهم.
الكلام ده لو بقشر عمياني وما برعيش ان اللحم ما يطلعش في الاسمنت. ما يطلع اللحم في الاسمنت، ايه الحكايه يعني؟ مش حكايه. بقول لك ايه، المرمه دي ما تستاهلش كل ده، اركن انت على جنب وانا اللي هقشرهم. شغل يا ريس. معلش شوفي رجع الراجل. ايوه مختار، انا كويسه وانت؟ ياه فجاه كده. بكره اوكي اوكي باي. ايه في ايه؟ عايزين يرجعوا البرنامج ويعملوا لي حفله تكريم بكره. مبروك يا لولو، اخيرا عرفوا قيمتك. خليتها ولا العمود المسلح، كان ناقص لها صحين حديد ونطلع بالدور التاني. يا بنت المفترية، الست بتكح زلط. ولسه هي لسه شافت حاجة، ده انا هرقصها كده، هرقصها كده. هتعملي ايه تاني يا بلوى؟ فاهميني، مش كفاية كده بقى؟ كفاية؟ انت ما كنتش بتخليني انام يا نوجة. طب رسيني ايه اللي في دماغك؟ هتكلمي مين؟ حسابك وش. ايه ده؟ وده جاي يهب بايه ده؟ ما تقدي شوية على نفسك. خالت ام عمرو فيه ايه يا مال؟ خالتي ام عمرو؟ انا اسمي لقاء هانم. مين ده؟ ده صاحبي يا لولو. في ايه؟ ده صاحبي يا لولو. في ايه؟ وكان في مشروع ارتباط بينا، بس لولا بقى فرق السن وقف عقبه في حياتنا. يلا بينا يا اوشا. رايحين فين يا حبيبتي؟ تلغبطوا في الفيلا فين؟ داخلين نريح شويه. في حاجه؟ لا يا حبيبي مفيش اي حاجه، لغوصوا براحتكم في الفيلا زي ما انتوا عايزين. خش. ايه يا بنتي اقعدي في ايه؟ انا مفجر سفاره. انت اصلك ما تعرفهاش الست دي، المفروض الواحد يخطط لها. المفروض عند المكواجي كل الحلول في دماغ العبد لله. ما تسيب اللعبه ده وتركز معايا. ايه؟ تعالي ما تخافيش. تعالي ماشي. بصي يا ستي، طالما جيتي الاوشة مش هسيبك الا في الكوشه. يسمع بقك ربنا. طب وهنعمل ايه؟ مفيش غير حل واحد. هصرصرك وهظبطك وبعون الله هخلي يمينك ما كانش مال. ايه الحلاوه دي يا مدام لقاء؟ بصراحه بقى انا خايف عليك اللي تتحسدي. ده يا تقل دم حقيقي، دمه تقيل قوي وهو مش طايقني اساسا. بقول لك ايه يا لولو، خدي لك بقى هدي اعصابك. لا لا انا كويسه قوي قوي قوي، انا النهارده روحي رجعتي، انا مش قادره احكي لك انا عامله ازاي. الحمد لله. عارفين الزفت ده تجيبي في سيرك ليه بقى دلوقتي؟ يعني ما شربتش حاجة يا فعل لحد دلوقتي. دلوقتي تشرب وصلاصير تشتغل. طب هنشربها من الإزازة دي ازاي؟ هي بتشرب منها امتى؟ لما بتتعصب. بسيطة دي، نعصبها. يلا بينا. بابا 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 في أخرة الصحبية الناس اتلمت عليا، آخر عرابي بنزينة يا بنت. خد الدواء.
شفتي المفاجأة اللي أنا محضرها لك؟ أجنن ها؟ إيه مالك بتضحكي على إيه؟ إزيك يا عريان؟ أنت اتجننت؟ أنا اللي اتجننت برضو؟ أنت شايفاني عريان؟ أه طبعًا عريان. شوفي بقى، أنت طول عمرك بتنشفي ريقي وبتنرفزيني وبتخلي بجد بجد أنا غلطان إن أنا جيت علشان أهنيكي. أنا فعلاً غلطان إن أنا جيت عشان أهنيكي. حنظلة عايزك في موضوع يا كوتش. عزمتي حنظلة من ورايا؟ سفلتكي أمك. صدقي انا كده شك فعلا ان البت دي عملت لك حاجه بجد. ايوه هي عملت لي حاجه. انت عملتي ايه؟ عملتي ايه يا محتاسه يا واطيه يا مجلبيه كاستور؟ انا واطيه؟ هقول لك ايه؟ ما انت اصلك حرت خش وقش، واللي عندك يلا هاتيه هاتيه هاتيه. طب خدي. ويقول لي ان فرحه هيبقى بعد بكره. ايه بيحطني قدام امر واقع؟ بقول لك ايه يا لقاء، واضح ان ابنك كده واخد في وشه ومش همه. وبعدين بقى خلاص سيبيه يتحمل نتيجه اختياراته. المثل بيقول ايه؟ اللي بشيل قربه مقطوعه بتبظ فوق نافوخه. وبعدين مش انت عملتي كل الحاجات اللي تبوظ الجوازه وبرضك مفيش فايده؟ ايه بقى؟ طب اديني ايدك يا حبيبتي. هتقري لي الكف؟ هاتي ايدك. ايه يا لقاء؟ انت دراديرك بتاكلك ولا ايه؟ فوفا لولو، حضرتي فستانك اللي هتحضري بيه فرحي؟ انا عايزاكي تبقي احلى واحده في الفرح، حتى لو احلى من العروسه نفسها اللي هي انا طبعا. طب
طبعا يا حبيبتي، انا هختار لك احلى فستان اسود عندي عشان البسه لك في اليوم الاسود ده. ربنا يجعل ايامك كلها سودة. اديني ايدك. جالك شلل رعاش؟ يخرب بيت العد على اللي عملوه. اي لقاء، انت بتسنني على كبر ولا ايه؟ روحي يا حبيبتي اجهزي عشان انا كمان الحق اجهز. يعني ايه؟ يعني انا قررت ان انا اتجوز معاكي في نفس الليله. ما تسوقيني يا لولو. معاني الغرام، وانا جيت النهارده عشان ابقى وكيلك. يلا عشان اسلمك لجوزك مجنون. أظن دلوقتي بنشتغل على المكشوف، لازم كل الناس دي تعرف أصلك الواطي. أنا أصلي واطي يا ستي. دي أمي. صح فعلا أمك. ندى. مش رد تردي عليه بيه مش كده؟ أنا نفسي أعرف أنت إزاي جالك قلب تعملي كده؟ أنت ناسية، أنت ناسية أن البنت دي كانت هتبقى مراته؟ ما أنت كنت معايا. أي صحيح، أنا كنت معاكي، بس عمرنا ما اتفقنا أن احنا نهين كرامة الناس بالطريقة دي أبدا. رايح فين؟ أنت ناسي فرحنا؟ فرحنا؟ هو فين الفرح ده؟ أقول لك افرح انت لوحدك.
ندى. وديتي لو سمحتي. خير؟ جاية تهنيني هنا كمان ولا ايه؟ أنا عمري ما حسيت إن أنا أم العمر إلا لما مشيت من القناة. حاولت أعوضه بس أنتي ظهرتي في حياته فجأة. ويا ريتني ما ظهرت. بالعكس، أنا اللي كنت غلطانة إني افتكرتك إنك ممكن تاخديه مني. ياه، تأخر قوي. أنا إيه اللي مطلوب مني دلوقتي؟ أنا حسيت بغلطتي وندمانة على كل اللي عملته. ندمانة عليا ولا ايه يا مدام لقاء؟ على البهدله اللي بهدلتيها لي، ولا الضرب اللي ضربتيهولي، ولا الفضيحه اللي عملتيها لي يوم فرحي؟ خليتي اكتر يوم بتستناه كل بنت في حياتها اسود يوم في حياتي. انا عايزه اسالك سؤال واحد بس، انت لو كان عندك بنت وحماتها عملت فيها كده كنت هتعملي فيها ايه؟ كنت قطعتها بسناني. أنا بقى ما عنديش أم عشان تقطعك بسنانها. أنا أمك. ارجعي له. عمر بيحبك. يا جميل شوفي برجك كالعاده. حد معاه جرنان يا جماعه؟ ايوه. اذا كنت تبحث عن الحب عد من 1 لـ5 سوف تلتقي بمن تحب امامك. 1 2 عشان تصدقي ان انت نصيبي وانا نصيبك. كملي العد. 3 4 5. طب عمرك فيه امال؟ عايزه ايه؟ نعم. تيجي تفتحي لي عيني وانا افتح لك عيني ونعيش شعور احنا الاثنين. امشي يا ابني امشي. ايه رايحه فين؟ انت ما بتتهديش؟ هريتي البنت ضرب طول الفيلم، ارحمي نفسك شويه. ما تسيبيها تتجوز يا ست، انت ارحمينا بقى، شوفي لك مسلسل روحي اعمليه. انزل يا عم بنتي تراجع يا عم، خلينا نخلص الفيلم. يلا يا عم يلا يلا. ده عقل ده انت ولادتي، انت انتي ولادتي.